من وقت ما ولدت بسوريا كنت دائما حس انه رح يجي وقت اترك فيه هاي البلد. كنت حس رح يجي الوقت يلي صار لازم فيه شوف بلاد برا. وفعلا هادي اللي صار، لكن الطريقة يلي تركت فيها بلدي خلتني اتمنى ارجع عيش بسوريا ولو لساعة واحدة. الغربة صعبة، بس الأصعب منها هو انك تشوف ابن بلدك عم يبيع بلده قدام عيونك وتضلك ساكت. لا هو قدران يسمعك ولا انت قدران تكون مثله. يمكن نحن الصح، بس يا خوفي نطلع نحن اللي غلط. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. جاهز؟ لا يا سيدي غلطان، وستين غلطان كمان، لأن سوريا بتعنيني مثل ما بتعنيك ومثل ما بتعني حدا غيرك. لك الحرب زلتنا بلدنا يا زلمة، حرب بين الوطنيات في مال الله. لك حتى إذا بيكون أبي منيح ولك تيم أنت بتعرف أنا حكي لك إنه أنا ما طلعت من البلد لبين ما طلعت أجيب لي الطلب العرض، وجاي تقول لي شحاتي مسبول؟ يا سيدي أنا بدي أنزل.